تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. اليوم رانا حاضرين بقوة باللاعبين الدوليين، جاو كاع في الولاية اليوم حاضرين باش ندعموا المترشح سيد عبد المجيد كبو اللي عودات التالية وان شاء الله. الجزائر انجبت مرافق السيد عبد المجيد تبون، وقل صراحه كلنا 7 سبتمبر مع السيد عبد المجيد تبون. ايها السكون 7 سبتمبر في عنق عبد المجيد تبون وجعلها مسؤوليه من عداه. حاضرين باش نقولوا للمواطن روح انتخب، خير الصوت تاعك يوم 7 سبتمبر. حنا ما ننسوش رجال الوطن وما ننسوش الخير اللي هذا الوطن. رانا مع رئيس ترشيح سيد عبد المجيد تبون لعودة ثانية رغم النقائص، وراكم متعافين بفعل كورونا أعداء الوطن اللي يتربصوا بنا، بصح لأمن واستقرار هذا الوطن أخواتاتنا هنا والرياضيين وكاع مع المترشح سيد عبد المجيد تبون. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أتمنى الحفظ ثقتي كبيرة فيكم إن شاء الله باش تختاروا الرجل المناسب في الانتخابات الرئاسية وكاع تصفيق حارة. تحية عمي تكون جمعية الراديوز، هذه الجمعية التي هي سباقة في هذه التجمعات، هذا الحفل الكريم، هذا الحفل المبارك اللي يجمع مجموعة من الشباب كما تشاهدون الآن، كل هذا من أجل دعم المترشح الحر سيد عبد المجيد تبون.